عزيزي مولود برج الجدي 2019، انت داخل عليها بقرارات عاطفية مصيرية حلوة كتير، ولكن اهم شيء انك تحافظ عليها وتعرف قديش ممكن تخاف على استمرارك وكمان مصيرك العاطفي مع الشريك. فتعتبر بداية السنة 2019 انت حامل معها استقرار عاطفي من بدايتها، فانت مقبل على سنة عاطفية تعتبر رائعة جدا، و2018 تعتبر فيها انجازات لكل اللي على بالهم انه ياخذوا قرار من الناحية العاطفية، ينهي العزوبية تبعيتهم، يقرروا الارتباط مع الشريك، يحطوا شروط لشريكهم، يحددوا مصيرهم العاطفي ما بين انه نكمل او ما بين انه نترك، ولكن 2019 فيها حظوظ عاطفية رايحة باتجاه قرارات مصيرية رائعة جدا، ولكن اهم شيء انك انت تحميها من بعض الأذيات ومن بعض التوترات يلي ممكن انك تكون محاصرتك بشيء مرتبط بشغلات قديمة او حتى بروابط قديمة ممكن تأثر على العلاقة الحالية، ولكن فينا انك انت قادر تحمي علاقتك، ولربما مولود برج الجدي يكون اخذ قرار باستقبال طفل جديد او عم يسعى لانجاز هيدا الخطوة. صحيح عاطفيا فينا نقول رائعة جدا، ولكن 2019 رح تحمل لك مع بعض الانكسارات يلي مرقت فيها بال2018 على الصعيد المالي، ولكنك رح تنجح في تحسين وضعك المادي نحو الأفضل، وبالإضافة كمان لأفراح ومناسبات ممكن تشارك فيها. وأما مهنيا رح تاخد أهدافك المهنية بال2019 على محمل الجد والسعي، مع الابتعاد عن كل من عم بيحاول يعرقل مصيرك أو حتى يجرك نحو الأسفل، ولربما تحصل على ترقية أو انتقال بالعمل. لكن فيني أقول أنه 2019 هي الأفضل عند مواليد برج الجدي وخصوصا ببدايتها، بالإضافة لفتح مجالات مهنية جديدة مع أكثر من جهة وشراكة ودعم من أحد المقربين لإلك بإنجاح هذا الأمر، ولكن لربما تعاني من بعض المخاوف الصحية يلي بتتعلق بأحد أفراد عائلتك وبيتك، وكمان لربما أنت تكون على موعد مع استشارات صحية. وكمان فيني أقول لمواليد برج الجدي 2019 بتوعدكم بحلول مادية حتخليكم تتخلصوا من كل الضغوطات أو حتى الديون أو حتى المتعلقات وكم الأشياء اللي كانت على كتافكم، لربما مسؤوليات مالية كنتوا أنتوا ملزمين فيها. 2019 تعتبر فيها كتير من الإيجابيات، ولكن أهم شيء فيها أنك أنت تحصن نفسك من العين والحسد يلي رح يكون مرافقك. كل عام وأنت بخير عزيزي مولود برج الجدي.